قمح ولبن وبيض و... عادي مفيش اي مشكله بالنسبه له، بيحط عليه هو طبعا السكر الدايت بي. انا في الاول زي ما قلت لحضرتك ان انا شيف بكري عادي مخبوزات من القمح، لكن انا ما اخترتش ان اشتغل في المخبوزات الخاليه من الجلوتين. هو اتفرض عليا ان انا اتحطيت قدام الامر الواقع لما شفت معاناه الاطفال والامهات وترددهم على المستشفيات ومش لاقين المخبوزات الخاليه من الجلوتين، فتعاطفت معاهم جدا وقررت ان انا احاول اعوضهم عن كل المخبوزات والاكل اللي اتحرموا منه. القالب بيبقى 20 شريحه 750 جرام. كان الدكتور ما يعرفش نفسه ان هو عنده حساسيه قمح، ما يعرفش ان انا حساسيه قمح، لكن دلوقتي الحمد لله بقى في وعي كبير جدا وبقى في ثقافه عاليه في مصر بالنسبه للتشخيصات او التحاليل او المعامل. دلوقتي بيبتدوا يعرفوا التشخيص المبكر لمرضى حساسيه القمح، وابتدوا الدكاتره الحمد لله تتعامل معايا وابتدت تبعت لي المرضى اللي عندهم حساسيه قمح أو حساسيات متنوعة مختلفة. ثم مرض السيلياك وهو الأخطر، ومرض السيلياك تاني تحسس أو مش تحسس بقى، ده إصابة مناعية ناتجة عن التعرض للجلوتين، وزي ما اتفقنا هي بتصيب الجهاز الهضمي بضمور الغشاء المخاطي، لكن كمان تستطيع أن تصيب أجزاء الجسم الأخرى. وأخطر ما فيه حاجتين كلمتين اتنين، إنه العمر كله أدي نمرة واحد، ونمرة اتنين إذا لم يلتزم المريض التزاما قاسيا دقيقا صارما فإنه ممكن أحد هذه المضاعفات قد يكون حدوث أورام في الجهاز الهضمي. لا ناوي احافظ خالص علشان اشوف هيبان عليه جسمه ولا لا، لانه ما بيستفادش بالاكل اللي بيعمل له حساسيه، بل بالعكس ده بيعمل له مغص وبيعمل له ترجيع، فانا عايزاه يتحسن طبعا، فلازم احافظ عليه، فابتدي بقى امشي على النظام ان انا منعه من الممنوعات اللي ممنوع عنه. عشان كده قلت لك هتلاقي منتج عندي في مطبخ التغذيه الاكلينيكيه الطبيه في طب عين شمس، ومعمل او مطبخ كليه الزراعه جامعه القاهره اللي بيطلعوا منتج، والباقي كله منتجات مستورده او مجهود شخصي لبعض الشيفات اللي مش ممكن تقدري تقول عليه انه امان بنسبه 100% لسبب ما عليهوش اي كواليتي كنترول او مراقبه جوده.